أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: رأيت رجلا في الطواف وعليه تميمة فنصحته أن ينزعها فرفض، فنزعتها منه بالقوة، فهل فعلي صحيح؟ التميمة وش فيها؟ فيها قرآن ولا فيها شرك ولا فيها؟ إذا كانت من القرآن هي محل خلاف بين العلماء، وأما إذا كان فيها شرك أو دعاء لغير الله فهي شركية، تناصحه في نزعها، وإذا لم يستجب شوف مثلا من له سلطة ينزعها منه، أما أن تنزعها هذا يحدث شرا أو يحدث فتنة، ربما ضربك، ربما انتقم منك. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا إذا كان لك سلطة، فإن لم يستطع فبلسانه، يكفي النصيحة والموعظة والبيان، فإن لم يستطع فبقلبه. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا تغيير باليد هذا للسلطان ونواب السلطان. نعم،